مشات وخليتني يا جبل، مشات وخليتني ميمتي. كامل نروحوا، كامل نروحوا يا أختي. ايه نروحوا بابا عند جدك الفوق. مشات وخليتني في طبق شبابي يا جمعيتي ما وليت. عمتو ليس اليتيم يتيم الأم والأبي، وإنما اليتيم يتيم العلم والأدب. كيف هاي لما عمتك ميتة وتتفلسف علينا ولا واش؟ مايونيز عمتو قيلني ما حب سامي. كيف لمايونيز في البيتزا يا ماما؟ خلاص حبسي البكايخة وش بيك سكينة؟ مش راح تروح منا، راح تقعد. راهي مسؤولية في رقبتي، ما لي على بالك اختي شتيها الله يبارك في دايرة. دوك رقبتي تروح راسي يحبط صدري تسمى نولي بينغو. انا نقول لك حاجة مريم، انا ما نتهناش حتى نزوجها. يما لا عمرك ما راح تتهنى. المرأة عندها الخطابة هاك الخطابة، وش بيك؟ هل من ترضى؟ ايه غير يماها في التليفون تهضر معايا قالت لي الخطابة رايحين جايين رايحين جايين رايحين جايين، وش عن بالك انت؟ هي ما حبتش خد شافتهم باللي طماعين عينيهم على الرزق تاعها. شمن الرزق هذا؟ شمن الرزق؟ كيف الفيلا ولا بيسين سوبيرات وسالون دوتي شبيكتك يا رقدتي يا اخي ذوك عورتهم كاس السكينه. اسمع بصح انت عمرك ما قلت لي بلي ساكنه اختك عندها الرزق هذا كامل. هي كي كانت يما حيه ما كان عندها والو، كي ما تتورثت هذه معناتها الوراثه مسكينه ولا غير تغيت. درت لك قهيوه كي ما يحب الخاطر. يا الله يزيدك اختي حتى نخمم نتاع ليك. هاي هاكي كادو من عندي. واو كتر خير خويا العزيز، تعيش وتجيب لي ان شاء الله. حقا تفكرت نسيت نقول لك باللي سكينه مسكينه يماها ماتت الله يرحمها. شكون سكينه؟ بيدرو تمسخر بيا. سكينه اخت الجمعي. يا شغل نساء وش عم برك عندي غيرية في راسي قاع نموتو الله يرحمه. ايه وش تحب مسكينة خلت لها مشكل، تقدر تقول مشاكل مشي مشكل. خلت لها فيلا بلا بيسين وخلت لها سوبيريت وخلت لها سالون دوتي. راي مسكينة متمحنة في هاد الشي كامل، كيفاش راح تدير وحدها؟ الله أكبر. هي مات سكينة ماتت مسكينة. عادي إذا كان أنت ما تعرس لي شاشكم شي عرس لي علاش أنا راني مفرط فيك. أنا سكينة باكي تشوفي راني فريمو داير لي عليا هاكي تشوفي. يعني طبقتوا الكلام اللي قلته لي اش مزال يا أخي. هاني رميت الطعم، أنا رميت لابسة، هاني نستنى تحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك بيدرو؟ واش راك يا سكينة؟ لاباس شوية سكينة؟ الحمد لله على قلبي راهو معاكم. شي صعيب بصح سهل. يعيشك يعيشك يا بدر أخويا، فما كان ربي يعلم بحال ميمتي مشيت وخليتني وحدي، توحشتها برشا برشا برشا. كامل توحشنا برشا برشا برشا. يتوحشك الخير إن شاء الله. فمك لربي. ناوي توحشتي بها؟ نعجوز كيكو خلعتني خويا الجمعي. حبيت لو كان غير كيفاش هاك عارف على بالك كي تعطيني هاك هاك عارف وقوانا انا عارف هاك تبليك شوك تضرب المغلوب في السر هدر ديركت. وش كاين تما
انا راني ناوي مش عارف كيفاش لو كان غير تناسبو. الا انا شكون انا؟ انا مشي سيبك انا. انا راجل مريم نسيت. فهمني تماك حاب تلعب بالماجوريتور. انا اقول لك صح بيدرو، انا من جهتي ما عندي ما نقول فيك، بكثك تبقى شوفوا سكينة واش تقول. ما يلقى هي تسمى الكلمة تاعها. ايه قلت اعطيني شوية وقت حتى نخمم فيه، على خاطر انا زاد توحشت امي برشا 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 ليك علاش. الله يرحمها. لا باس ما تخسرش راسك. كان والو شحال تعيا تصبر بكي على بالك بكي ما ماتت وكذا ماشي سهل على بالك من القرح للفرح ماشي سهل وعلى بالك خطبوها في تونس الله شان لهنا. انت مغري قلت لك خليني نفكر مغري قلت لهم لا ديريكت ما في وجههم. انا ناوي سكينه باش هي باينه جمعي باش نبروتيجيها. بروتيجي سكينه باينه. زوج ملاير زوج ملاير زيد لابيسين زوج ملاير 500 سوبرت سوبرت ما تحش خليها تخدم عليا. لا يحسب وحده يشيطلو خويا بدر الدين جستومون. قهوة كيما حب الخاطر وحبيبنا واش نجيبولو. واه اعطيني حليب قهوة وكرواسون. عطيلو قهوة حليب واش قادر فوني شوي على روحك عن بالك جمعي خو تدي مارت واش ندير به صمدوتي. هاي قادر خويا وما دبيك حركها بالمقلوب بيسك هذه ماشي قهوة حليب قهوة. بيدرو سمعت بلك راح تزوج بساكنة أخت الجمعية كاينة منها ولا دعايات؟ كاينة ولا كاينة بصح الجمعية وي يمص عليا القارص على بالك. إيه قاني نخمم دوك أنا وتشي خمو عليا أخو خمام شبيه بالهذا. أنا لو كان جات أختي هذيك أنا نعطيها لك ونزيد لك مصرفه من الفوق كاع. بصح يا اخي انت صاحبك الجمعي كسر بعاه اعطي له عقليه قول له باللي ما تصيبش كيما بيدرو. نيه وحدها ما تكفيش لازم الفعل لازم تعجبها. واه كتب لها الشعر الملحون اعطيها قصيده من تاع الشيخ حماده ورجع لي بالخبر. وي نشرب قزوزه بيدرو ما عزوز بصح كيفاش ندير باش نعجبها فور؟ على بال انا غني لها وهرن وهرن رحتي خسارة عجروا منك ناس شطارة طنجي لا اسمع اشرب هاي بركة القهوة تاعك قدام صح يتزوج غني ورا ساكينة ما عندها حتى واحد في الدنيا غير خوها الجمعي صح فرات وتحبي ماها وشنو تموت عليها وش بيك الله يرحمها. على ما ديرلهاش حاجة إيه؟ لي تفكرها بيماها فهمت كيفاه تفكرها في ريحة يماها. ريحة يماها؟ إيه كيفاش أنا وين نعرف أنها ريحة يماها باش نشريها لها؟ باش البارفان يا الريحة كما نقولوا حنايا مانيش عارف أنايا بانتوفا معناتها نروح حتى لتونس باش نجيب ريحة يماها. صح قدا شرب حاجة من عندي شرب صح صح سحقيت في حاجة تعرف تونس عزوز أعطيني قازوزة وكراسون تاع قبيل وشوف بيدرو شا يشرب من جيبه. لموني لي غيروا مني قالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خود عيني شوفوا فيها. محلى صوتك تعرف لي أنا نموت على الراجل اللي يعرف يغني. هالطفلة اللي غرت منها وحبيتوني باش ننساها
ما نجمش نبعد عنها ولا كل حوتها في ما استحور لابولي لي غيروا مني قالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خدوا عيني شوفوا فيها. شكون هذا اللي غير منك عزوج تاع الصباح ويلومك يعني حير في واحد يعطي عينه ويشوفوا بها الناس تقعد تقعد بلاش ولا كيف يعني شي فريمون يدوخ بنادم راه كبير راجل تسنتر عزوج تاع الصباح نوطنا على بالك تسمى طار عليا النعاس راني نقصر بك معليش انسان يقدر يطير عليها الناس بصح يا وراكي ولي طير الناس لواحد اخرين ثم وين ما توهمش وكيف هذا اللبسه واش انا زوج تاع الصباح روميو محسوب ولا واش انا رايي بالك راني غلط تروح ترقد خير تسيب صحتك وغدوه ان شاء الله اعطينا عينك نشوفه نشوفه بيها يا عمرة لا أنت شحال راهي شابة خموس عليك عروسة وعليك الكلام يبارك فيك ساري يبارك فيك خموس على خويا العزيز عريس وما كانش منه بزاف الله يبارك الله يبارك يعيشك يبارك فيك الحاج ما خصك والو بدا بك تسرعوا شوية الوقت قصير وأنا عندي شابات وشبان راهم يسنوا فيا لازم راهم يسنوا يا الحاج يا أخي على بالك حنا لك موندينا كل الأولين ولا نسيت واش نتا تمشطا واش هذا المشطا تاعي واش هذا المشطا حبيت نسقسيك واش قال لك شكون يخطب شكون وشكون يسنى شكون باسكو يتخلط تخلي بابك يفهمك يا اخي انا اللي راني نورغانيزي ولا لا شكون خو العروسه ماشي انا ما خليني نضرب راسي هيا يلا 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 باسكو الامام مغلق هيا هيا تبعني انت اسلم لك رايح الورد 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 واش الجاتو هيا رزقي هيا هيا يلا يلا هيا رزقي زينة نجو الخطاب يا فربي مرحبا اين العريس هاوليك سيد الشيخ الله يبارك يسلمك والعروسه العروسه هذه اللي قدامك الحاج هذه هاي باينه ما شاء الله ما شاء الله سيد الشيخ كل يوم تشوف العرايس مش ظاهر علي عروسه الله يبارك الله يبارك فيك هما لا نبداو على بركه الله يلا هيا الشيخ اكتيفي رانا مقلقين على الزواج بسم الله بسم الله دقيقه الحاج سامحني سكين اختي نرم... انت واش كديري ثم دي العروسة اختي انت نورمال كي معايا شنو الخروطه هذه هيا سكين امام درنا غير شويه الحاج نورمال ما هكذا هي معاك ولا معانا دوكا تقدر تبدا الحاج هل تمت الخطبه على حسب الشروط الشيخ ما شفنا حتى خطبه لازم تتم الخطبه قبل الفاتحه الحقيقة عنده الحق بو شيخ ما تقلقش دوك راهي كيسيون تاع اورغانيزاسيون برك دوك انا دبر راسي انا نخطب اون ميم طون دوك نفتحو عنده الحق ماما يا اخي تقولي معايا تجي معايا ولا كيف هيا سكن اختي نوضي هيا رزقي بون الكاطو والنوار كان عنده وليدكم هذاك اسمح لنا سامي سامي وشنو ماما عطي لهم الكاطو تاعهم هيا وليدي هيا سكن دقيقة الحاجة عاودوا جو الخطابة
جيناكم بالحسب والنسب. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. جوزو جوزو. جيناكم بالحسب والنسب باش نطلبوا يد بنتكم بيدرو لوليدنا ساكينة. اسمحوا لي يا جماعة، كان غلطة في الموضوع. وين الخطأ تاعها؟ نورمال نورمال الشيخ، دوك نفهمك. صفيها با اكتيفي، صفيها دوك يصفيها. لا لا، باسكو عنده الحق تبارك ربي، الراجل ولي يخطب. الراجل ولي يخطب صح. كوب كوب دقيقة كوب. إيه سي فري، أنا غالبا تخلطت لينا، باسكو نورمالمون توما اللي تخطب. إي بصح جمعي ما تجيش، هذه زعما داري يا أخي، ما نقدرش أنا نخرج برا داري ونجي نخطب أختك، ما تجيش. كيفاه كيفاه دوك كيفاه حنسلكو دوك حنا؟ ما على باليش. راك عميتها على بالك، واش بدكم؟ إي تخطط. جعفر جعفر، اسكو دوكا هما اللي يخطبوا ولا حنايا؟ ها هما يقولنا هما خويا، باسكو السيناريو مكتوبه باللي حنايا. توما حنا ياسير توما يا خاك شاهد الحاج. خلاص مالا خرجوا، نعاودوا من الاول. نعاودوا من الاول يا بيدرو يا ساره. هيا هيا سكينه اختي، سكينه قعدي هنا تيا. سمح لنا قعد معليش، سلفوا لنا الكاطو هذاك والورد اللي خطبتوا به. سامي عطيهم الكاطو والورد وفتحوا لهم الباب. اقعد رزقي، اقعد قدام الامام تاعي. سقمي روحك، سكينه سقميت. شكون عروسه يا محمد سيدي؟ والضحكه وسكينه. تي تروحي للكوزينه، تروحي الكوزينه باش تعمل كي تجيبي سنيوه باش يشوفك كيف هذوك ديريكتور من العروس يشوف لي اختي ولا هنا التقاليد. والله دوك ما تقلقش الحاج، ما تقلقش الحاج دوك انا ذا براسي. واش راح تجري هكذا العروسه؟ اي ما يشوفهاش في التقليعه، هي اللي تجيب زعما الكازوز ولا تجيب كذا من بعد يشوفها. اختي تقعد بي في يدخل العروس يشوفها ديريكت مول حاجه على البيت الحاج. كي غني تقرب حل 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 سامي حل فهمتوا الخطابه. ضيف ربي مرحبا بكم، تفضلوا جوزو. ضويتوا علينا الدار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بكم عندنا. ايوا جمعي ما تنساش بلي راك عندنا، قولوا ما مرحبا بكم عندكم. واش عارف انا جيناكم بالحسب ونسب باش تعطونا بنتكم ساكينه لولدنا بدر الدين. خير الناس الله يبارك يبارك فيك. ما عندنا ما نقولوا في بدر الدين، ورانا قابلين على كل حال. وشنو برك لو كان يعني برك كاين شي امور؟ واش 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 امور واش؟ هاي ساكينه جمعي خويا، ما تتشرطش ياسر، سهلها العبيد تسهل فيها وانت تصعب فيها. ما تخافيش. الله يبارك بارك فيك. مرحبا مرحبا. عند الحق ساكينة. أنا مثلا راجلي تقدروا تقولوا تقريبا نداني باطل المهر أنا اللي سلفته له، وللدرك مازال ما مدلي حتى دور. بالك راجلك سوالي، ممكن يكون ما عندوش، ممكن هو على كل حال يخلصك يخلصك إذا ماشي هنا الفوق. جمعي خويا أرجع للموضوع. أرجع الموضوع على كل حال، إحنا رانا قابلين الحمد لله، وما عندنا ما نشرطوا إحنا على كل حال. كما قال لك يعني الزواج اللي يكون مليح يجي سهل. برك عندي يعني أختي ماذا بيا تسكن وحدها هذا مكان. دار انا عميه. جمعي عندي دار ساكن الحمد لله، خلتها لي العجوز الله يرحمها، مي مشكل صغير نسيبيها وساكن فيه. نحب نحوزو نحوزو ما كاش مشكل. انا على كل حال في الحقيقه هذا راه زواج، وانا ماذا بيا اختي شرطي خاطر انا اللي مسؤول عليها. انا ماذا بيا اختي تسكن وحدها هذا هو. خلاص يتحاوز. ها وعليك. ها وعليك وعليك. عندك بركي لنسيبك هذا زوالي وما عندوش وين يروح، ماشي مليح الانسان يعني يرميها هكذاك. رانا مؤمنين. واختي واش دوك يكون نسيبك ولا واحد اخر؟ اختي الصح في راجلها
هو الركيز، انا ماذا بيا نسيبك يقعد وربي يسهلها بيناتكم، ربي يكسر كل عسل بيناتكم ان شاء الله. جمعي خويا، خلي الشيخ يخدم خدمته، هو يعرف اكثر. انا بديت نقلق، ان شاء الله الحكايه تكمل على خير. هاي على بركه الله. ايه بسم الله. على بركه الله. على بركه الله. بصح لازم الشهود. يا شيخ يا شيخ، واش مشهود؟ احنا رانا فاميليا وتعرفوا بيناتنا، الزواج هذا راهو اويكلو. هيا فريها وخلينا نروحوا. هاي ده لا يجوز. دردين دردين عنده الحق، لازم الشهود. بشوف اعطوني زوج دقائق نروح غير هنا عند عزوز نجيب زوج شهود ونجي. اي خلاص ازرب الجمعي ازرب. يا السلام عليكم عمي الجمعي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يخصك شهود عمي الجمعي. بصح كيف عرفت؟ شميت البقلاوة قلت سير عمي الجمعي راهو معرس. مبروك عليكم عمي الجمعي. سلمك معمر. عمي الجمعي فكرتوني في الخطبة تاع أختي الله يرحمها. الله يرحمها يا حسرة. في الليل يما الله يرحمها. الله يرحمها. طيب ستيرنا تاع شربة باللحم. وكي طلع النهار طاحت الشتاء الله يرحمها. ايه يا حسرة. الشربة تعمرت بالماء عمي الجمعي. واحد ماكلها عمي الجمعي، كريتها وحدي. صحتك. الله يسلمك. شكون ياكلها من غيرك معمر؟ شكون هذا؟ هذا حبيبنا معمر تاع رمضان. وتلمون اللي قلبه بيض يحب يترحم على الميتين وهم حيين. يرحمهم. آمين. لازم شهد تاني باش نعقد القران. أنا كي شفت هذا في الحقيقة تلفت لي. جمعي خويا جيب الشهد الثاني ونقص من الكلام. كان يطير بيدرو من يدي أنت السبب. خلاص ما تقلقوش، ديباني وبدوك بمعمر، دوك أنا نروح نجيب الشهد الثاني. علاش يا بيديرو فينا هكذا علاش؟ دوك نتنرف ما تزوجش. بيدرو على البليس، بيدرو على البليس. أنا دوك نجيب الشهد الثاني وخلاص. وجو شهد واحد آخر. عالسلامة. عسلامتي قادة. قادة وشك داير في روحك هكذا قادة؟ أختي سكينة ماهيش من والك، سكينة عزيزة عليا برشا برشا. عيشك يا قادة، ميرسي بوكو بوكو. يا محليها لبستنا عليك. فكرتني في ما سابها جات حاضرة معانا اليوم. شت الحاج. هاو الشاهد الثاني جا وحده. اليوم عندنا زهر كي الأول كي زاوج. قادة واش جبت لي الأبل اللي وصلتك عليها؟ جبت لك ما خير. وين هو ولي العروسة؟ أنا أول حاجة. شيخ دقيقة ما كملتش. سكينة عندي لك مفاجأة يا محاينك. يعيشك يا قادة. أعطيها لي ليا هكذا باش نفرحها. يا أخي أنا بعتك لتونس. قادة ما تقلقناش برشا برشا. الإمام هنا راه مقلق. ما ديروا حتى حاجة حتى نجي. ها ما عالسلامة يا ناري يا ناري على بنتي تحفونا. جمعي هذي شكون؟ وراني عارفة أنا هذي شكون. أنا كنت معاك تشوفي يعني قاعد معاك دوك نعرفو شكون. يخطبوك سكينة وما تقوليش. أسنى 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 أنا ما فهمت والو. سكينة شكون هذي؟ خالتي روزا. خالتي شكون؟ خالتي روزا يما السكينة مرحلو وكل عسل في تونس قاع ما خلتنيش نخلص. ماشي ما تتهاد. شكون قال الكلام هذا؟ بيدرو وسقط القناع عن القناع. بصح كيفاش بعتك باش تجيب لي ريحتي يماها؟ جبتها لي كاع كومبلي. روحي شمي ريحتي يماك الله يرحمها، ما تخليهاش واقفة عند الباب. شفت جد يا ماما علاه جاية توا؟ علاه جاية توا؟ كي زدت شوية بركة راني أنا ضمنت العرس وبعد أنت إيجا. هاوي ابني عادي ها هكذا لعبتوها لي يا
فيلات بيسين سوبيرات صالون دوتي ها حبيتو تعطوا لي ساكنه بطل ها مليح هادي ما تقلقش روحك خويا بيدرو الحمد لله هاو كشفهم ربي واش كشفنا ربي واش كشفنا ربي مش انت اللي قلتي نزوجوهم راح تتخلط عمي الحاج بصح شوف واحد يهضر لي على الزواج ما تفهموش هكذا هكا توا هكا شتكي توا اللي نسمعوا الكلام انتم الكلكم ضدي وانتم الكلكم السبب ما عادش نحب نكلم حتى حد ما يكلمني حد والكلكم قا حتى انت ماما قا ما عادش تكلمني بنتي ونعرفها توا تبرد وحدها ايه دوك تبرد عندها اللي مانياخ تاع ابوها الله يرحمه اين العريسين الله يرحمهم كما يقول معمر هم خاولنا غير شهود ديباني بهم الحاج امين عمي الجمعي تسمى العرس خسر خلاص تقدر تقول خسر ما تسحقش البقلاوة ما تسحقهاش تحب نعطيك الرون بوان تاع السنة ديباني به هاك صحتك صح عمي الجمعي هكا الجمعي تقتلني وانا حية لا ما قتلتكش لا لا حاشا احنا قتلناك ما شبتاك جمبرك يعني باش نزوجو ساكينة ساعات كحست مصر والو دمك خفيف قطر عسل مثل بوك الله يسلمك سيرتو ذوك كي يطلع لي السكر يولي نوقا لطف عليك يا امين اتفضل باش الفطاير جبتوك سبيسيال من تونس احنا هنا نعيطوا له السفنج احنا نقولوا الفطاير بنين عجبك هايل شيخ سفجنا